فضيلة الشيخ حفظك الله، من هم المحققين المعاصرين الذين يمكن الثقة بتحقيقاتهم وتخريجاتهم الأحاديث وجزاكم الله خيرا؟ هؤلاء في الواقع عندي قلة، ونرجو في الشباب الناشئ الخير والبركة. قد كان قبل سنين عالم فاضل اعترف بانه كان على حجب راسخة في هذا العلم، الا وهو الشيخ احمد شاكر القاضي المصري، لكن توفي الى رحمة الله منذ سنين. والان يوجد بعض الشباب في بعض البلاد قضى كل منهم فترا لا بأس به في هذا المجال من العلم للتقريب والتصحيح والتضعيف، منهم مثلا في دمشق حتى الآن أخ لنا اسمه عبد القادر الأرنؤوط، وآخر اسمه شعيب الأرنؤوط، وبعضهم من العرب المعروفين الذي أحدهم علي ابن عبد الحميد الحلبي، وهذا من إخواننا في عمان، كذلك سليم الهلالي، ونحوه أبو إيش المصري الحويني. فهؤلاء إذا استمروا فيما هم في صوابه فأرجو أن يقوموا بشيء من هذا الواجب العلمي الذي أخل به جماهير العلماء غيره. فضيلة الشيخ، بعض الشباب أن المخبر الشيخ مخبر الهيئة أيضا في اليمن، وهو لا بأس به، وقد كان في الجامعة الإسلامية يوم كنا ندرس مادة الحديث. نعم.